بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتسليم. أما بعد، معكم أحمد العشي بإذن الله حكم في تدريس مساق تطوير ويب واحد أو برمجة ويب واحد. تطوير ويب واحد رقمها WD MM 2009 هي فعليا صفر ساعة، تمام، بمعنى إنه إن شاء الله حيكون في 40 علامة منها حتروح للدكتور توفيق مدرس مساق النظري. فعليا هي نفس المحتوى، تمام، ان شاء الله مع برمجه ويب واحد، يعني برمجه ويب واحد ويب ديفلوبمنت واحد، تطوير ويب واحد، ان شاء الله حتكون نفس المحتوى، تمام، بزياده ونقصان او نقصان يعني على الماده على الاخرى. يعني ممكن مثلا تطوير ويب واحد تاخذ مثلا محتوى اقل من برمجه ويب واحد او العكس، تمام. فاحنا ان شاء الله حنشوف خلال الفصل باذن الله، تمام. قبل ما ابدا في الشرح عن المحتوى والسيلبس، حابب هيك احكي نصيحه صراحه افرقت معي جدا 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 خلال دراستي في البرمجه، واعتبروها يعني نصيحه من اخ لاخو لاخوته، يعني زميل او من زميل مثلا من زملاء او اللي بدكم اياه، تمام. نصيحه اخويه ممكن تكون: اهتموا في دراستكم، اهتموا خلال دراستكم، تمام، بالانجلش. اهتموا خلال دراستكم بالانجلش. ليش؟ لانه انتم عارفين المحتوى العربي تقريبا عقيم، تمام، المحتوى العربي عقيم، فاغلب بحثكم، اغلب شغلكم، اغلب مشاريعكم حتكون ايش؟ انجلش. اساسا السنتاكس اللي انت قاعد تكتب فيه اللغه البرمجيه انجلش، تمام. فصراحه بقدر اهتمامك بالانجلش، بقدر اهتمامك بالانجلش، تمام، حتكون انت مميز. يعني قديش انت بتحط جهد في اهتمامك بالانجلش او تعلمك البرمجه بالانجلش، بالمساقات بالانجلش، تمام، قديش انت بتقرا وبتستفيد وبتتعلم وتبحث عن المعلومه وتستقصي عن العلم، تمام، قديش فعليا انت حتكون مميز، تمام. فيعني هذه نصيحه صراحه حابب اني انا انصحكم اياها، لانها افرقت معي جدا، تمام. بدون انجلش انت فعليا مش حتقدر تمشي في المجال، تمام. فهنا مربط الفرس تقريبا، وهنا هو المدخل للبرمجة، هو الانتري بوينت، هو المدخل للبرمجة، تمام. فاهتم، اهتم، حاول يعني اعطي الانجلش اهمية، تمام، مش اولوية قصوى طبعا، لانه تعلمك البرمجة هو الاولوية القصوى، تمام، لكن خلال تعلمك البرمجة خليه يكون عندك اهتمام بالانجلش والمصطلحات الانجلش اللي حتكون موجودة معك خلال تعلمك، تمام. المادة إن شاء الله حيتم تدريسها على 14 أسبوع، الفصل بشكل طبيعي يعني. 14 أسبوع هذه طبعا مش ثابتة، يعني ممكن إنها تكون ناقص أسبوع، ناقص 3 أيام أو حاجة زي كده. ف14 أسبوع هذا التقييم المبدئي، تمام. وفعليا أساسا السيلابس هذا كله حيكون إن شاء الله مش نهائي، ممكن يتم تغيير عليه شوية أشياء حسب ما يتطلب، يعني ممكن نضيف عليه شوية أشياء بالتنسيق مع الدكتور حازم او الدكتور توفيق ان شاء الله. ففعليا اللي احنا بنحتاجه، انت بتحتاجه كطالب، البري ريكوزيتس، مش هتحتاج اي فعليا اي حاجه تقريبا، بس يكون عندك شويه لوجيك، شويه كمبيوتر نولج، شويه معرفه في الكمبيوتر وطريقه التعامل مع البراوزر، وذهنك معي بس ان شاء الله. فباذن الله كنت يعني انت مجد ومجتهد من البدايه، تمام، ان شاء الله مش هتتغير. ف what you will need، ايش اللي انت بتحتاجه فعليا؟ بتحتاج بس تكست اديتور، تمام، اكيد اخذته في جافا واحد، جافا فيرتشوال ماشين او كومبايلر، تمام. خلال كتابتك للكود شو اللي بيفهم هذا الكود وشو اللي بيطلع لك سنتاكس او ران تايم ايرور او هذا الكومبايلر، تمام. فلازم يكون في زي انتربريتر او مترجم معين السنتاكس اللي انت قاعد تكتب فيه. فاحنا المترجم الخاص فينا، تمام، في الويب ديفلوبمنت او في الويب بروجرامينج هو البراوزر، تمام. فاللغه اللي انت بتكتبها اللي هي ال HTML واللي بتعمل عليها لود CSS والجافا سكريبت فايلز، هذا كله حنعرفه ان شاء الله. فعليا اللي حيفهم هذا الكلام هو البراوزر، تمام. فاول حاجه انت هتحتاجه هو التكست اديتور. انا شخصيا احتمال اني انا استخدم، احتمال كبير يعني، هستخدم البي اس كود، تمام، واما السبلايم، اما السبلايم او البي اس كود، فواحد منهم.
ممكن برضه شيء ثالث، فلسه صراحة مش عارفين. أنا أغلب شغلي صراحة بشتغل على الفي اس كود، فعشان في اوتو كومبليت والكلام هذا، ممكن إنه إحنا نلجأ للسبلايم عشان إحنا نزود المعرفة، نظبط الشيء كبيجينرز، نبدأ في الفي اس كود. تمام، أنت عندك الحرية التامة إنك تبدأ إما في السبلايم أو الأتوم أو نوت باد بلس بلس. فأنا بفضل بالنسبة إلك كطالب أو كبيجنر، ما عندك مثلا خبرة مسبقة أو معرفة مسبقة في الـ HTML والـ CSS والـ JavaScript والكلام هذا، في الـ Web Development عموما، تمام، إنه أنت ما تروحش على الـ Auto Completion IDEs، ما تروحش على الـ VS Code أو الـ Text Editors، الـ Auto Completion Text Editors اللي بتقدم لك Auto Completion Solutions. خليك أنت أكتب الكود من البداية للنهاية بإيدك، وفكر فكر واكتب، تمام، واخطأ وتعلم. هيك صراحة أفضل لك، تمام، عشان أنت تعزز المعرفة عندك، يكون عندك يعني معرفة تامة في الشيء، ما يكونش فقط نظام مجرد ما تكتب أول حرف يكتب لك السطر، تمام. هذا إحنا يعني ممكن أنت تصل للمرحلة هاي بس في مرحلة الأدفانسد، يعني لما تصل أنت تمسك مشاريع والوقت عندك عامل مهم، حتضطر وقتها إنه أنت تروح للكومبليشن، هذا لازم، تمام. فهذا أول شيء تكتب. ثاني شيء حتحتاج أنت الويب براوزر اللي هو المترجم الخاص بينا. انا شخصيا بستخدم ان شاء الله مايكروسوفت ايدج، تمام. انت ممكن تستخدم عندك المايكروسوفت ايدج، موزيلا فايرفوكس، الكروم اللي بدك اياه. ثالث شيء عندنا اللي هو الفيرجن كنترول سيستم، جيت هاب او جيت باكيت. هذا اوبشن، هذا بالنسبه لك يفضل، تمام، انه يكون عندك شويه معرفه فيه، تمام، لانه انا صراحه بالنسبه لي حرام حرام طالب مثلا يصل سنه وما يكونش عنده شويه معرفه في الجيت هاب او في الجيت باكيت، تمام، واحده من الجيت كوماندز. اغلب شغل الشركات بيكون عباره عن فيرجن كنترول. ايش يعني فيرجن كنترول؟ خليني اشرح لكم اياها. فيرجن كنترول زي مثلا لما انت تشتغل مع تيم، تمام، على بروجكت معين، عفوا، تشتغل مع تيم على بروجكت معين، تمام، كل واحد مثلا شغال في جزئيه معينه من، انت شغال في جزئيه وصديقك مثلا في التيم شغال على جزئيه اخرى. مش منطق انه انت لما تيجي تخلص شغلك مثلا ترفع شغلك على فلاشه، تحطه على فلاشه وتروح على جهاز صديقك تشوفه وتقارنه الشغل اللي انت اشتغلته والشغل اللي اشتغله صديقك، وتشوف الديفرنس ما بينكم او الفروقات اللي بينكم، تمام، الفروقات في الكود، وتاخده وتجمعه او تعمله ميرج يدوي ما بينكم للكود عشان تطلعوا في المشروع النهائي، تمام. هذا الاشي عملية مرهقة، تشوف الديفرنس في الفايلات، الديفرنس على الكود في الفايلات، عملية مرهقة لما تكون يدويا. ففي حاجة هيك بتريحنا جدا اسمها فيرجن كنترول سيستم. فالفيرجن كنترول سيستم بيحلل المشاكل هاي كلها، تمام، وبيسرع العملية. فاللي انا بدي اياه منكم، تمام، ممكن اني انا اشرحه كفيديو هيك منفصل، مش في المحاضرات، يعني ممكن اشرحه كفيديو هيك منفصل، عشان بس اني اعطيكم اياه ويكون عندكم نبذه فيه. والانترنت يعني متاح عليه ريسورسز كثير صراحه، انه يكون عندكم شويه معرفه في الجيت هاب او في الباكت، تمام. رابع شيء، انا ممكن اني انا ازود على الموديل ان شاء الله اديشنال ريسورسز، وهذا كله متاح على النت بمجرد بحثكم ام دي ان موزيلا ديفلوبر نتورك اتوقع، W3 schools والاذر اونلاين كودينج او توتوريالز او فوريومز دوكيومنتيشنز كثير موجوده بتعزز الفهم عندك في HTML وال CSS والجافا سكريبت. هذول هم البيزكس. فعليا انت لما تتعلم هذول الاشياء بعد هيك انت مش حتستخدم هذول كثير، حتروح للفريم ووركس. ومصطلح فريم ورك هذا احنا لما بدنا نيجي نلخص فيه هو فقط عباره عن اطار عمل بيريحك عشان انت تكون بيست براكتس كود، يعني الاشياء المتعارف عليها بتكون هي مفصوله مثلا في كومبوننتس مختلفه، في اشياء مختلفه، عشان بس تريحك في الشغل، تمام، وتمشي فيها. فكبدايه ما بزبطش انك انت تمشي في فريم ورك بدون ما انت تكون عارف الاساس، تمام. فاحنا لما نيجي نحكي الان في الكورس على الكورس اوت لاين، حنقول انه في اول اسبوع والثاني ان شاء الله حنشرح شو يعني ويب ديفلوبمنت، الويب ديفلوبرز شو الدور الخاص فيهم اساسا، ايش يعني ويب ديفلوبمنت، كيف بدا الويب، الايفوليوشن اوف ويب تكنولوجيز، الفرق ما بين الفرونت اند والباك اند. ممكن البعض عندنا والاغلب تقريبا ممكن يكون عارف شو الفرق ما بين الفرونت اند والباك اند، لكن انا بدي اتعامل مع
الأغلبية تمام إنهم يعني لسه على بداية الطريق تمام بيجنرز، وإحنا مع بعض بنتعلم تمام. فكل ابن آدم خطاء، وإحنا كل حاجة إحنا بدنا نحكيها إن شاء الله حنكون أنا وياكم بناخذ فيها علم تمام، فبدنا جهدكم معنا. حنحكي عن البيزك اتش تي ام ال سنتاكس، السنتاكس الخاص بالاتش تي ام ال والستراكشر تبع الويب بيج، التاجز الاتريبيوتس، حنبني ان شاء الله مع بعض كريتنج سمبل اتش تي ام ال بيجز، حنعمل بيجز بدون سي اس اس الستراكشر الخاص فيها فقط سكيلتون، يعني حنحكي ايش يعني سكيلتون وليش الاتش تي ام ال هي عباره عن الستراكشر الخاص بالويب بيج وليش بتمثل السكيلتون الخاص بالويب بيج. في الاسبوع الثالث والرابع او الرابع والخامس يعني حسب، يعني هذه المده مش ثابته كثير يعني. حنحكي عن كاسكيدنج ستايل شيت سي اس اس، شو دور السي اس اس في بناء الويب بيجز والويب ابلكيشنز، سي اس اس سينتاكس السيلكتورز، حنتعامل مع البروبرتيز والفاليوز، حنطبق السي اس اس ستايلز على التكست والباك جراوندز، وحنشوف البوردرز، وحنمسك بوكس موديل معين، حنعمل مارجنز والبوردرز والبادنج والتايمينج سيريز، كل هذا ان شاء الله حنتعرف عليه خلال المسار. في الاسبوع الخامس والسادس او السادس والسابع يعني ممكن يكون في فرق اسبوع خلال تدريسي لهذه الاشياء تمام. والمده كلها يعني مش ثابته زي ما انا قلت، يعني ممكن 14 اسبوع، ممكن يقل اسبوع، تلاقي في اسبوع مثلا في اجازات مجمل اجازات فيقل اسبوع، فهذه الاشياء يعني ممكن احنا نستعيد عن حاجه واحده مثلا نجيب مثلا من السيلابس هذا. فبس مبدئيا هو تمام. في الأسبوع الخامس والسادس حناخد ممكن أشياء زيادة عن CSS، على CSS و Responsive Design، CSS Positioning، Static، Relative، Absolute، Fixed Values، كيف حنتعامل مع كل واحدة فيهم وشو بتمثل. حناخد Responsive Design Principles و Media Queries، حناخد In-Depth Look إن شاء الله في Flexbox، نظرة عميقة على Flexbox وكيف نتعامل معه إن شاء الله. في الأسبوع السابع والثامن هنعدي على الجافا سكريبت. الأسبوع السابع والثامن أتوقع حتكون ما قبل النصفي، فغالبا حنكمل سي اس اس فيه. لو كانت بعد النصفي حنعدي على الجافا سكريبت، لكن الجافا سكريبت مبدئيا مش حيكون قبل النصفي إن شاء الله. الجافا سكريبت حنتعرف عنها، شو الهدف تبعها في الويب ديفلوبمنت، شو احنا بنستخدمها. حناخد الجافا سكريبت بيزكس، السنتاكس، الفاريبلز، الداتا تايبس، الاوبريتورز، الكنترول ستيتمنتس، الفلو اوف كنترول، اف ستيتمنتس، اللوبس والفانكشنز، وحناخد شويه اكسرسايزز على الجافا سكريبت نطبقها مع السي اس اس والهذا وال اتش تي ام ال. طبعا هذا كله كل جزئيه احنا بنخلصها احتمال كبير ناخد عليها اساينمنت وتكليف يعني معين فيها ويتم تسليم. وطبعا كل جزئيه حاب نخلصها مثلا المحاضره حتكون مثلا ساعتين او ساعه ونص، انا حشرح مثلا ساعه ونص ساعه حتكون مثلا اكتيفيتيز او حاجه تمام. حاطي اكتيفيتي مثلا في النصف ساعه المتبقي من المحاضره تمام واقيم. في الاسبوع التاسع والعاشر ممكن نتعرف على الدوكيمنت اوبجكت موديل، نعرف شو وظيفه الدوم في الويب بروجرامينج، شو احنا بنستخدمه، كيف بنعدل على الاليمنتس الخاصه بال HTML من خلال الجافا سكريبت السي اس اس. حنتعرف على الايفنت هاندلنج والسينكرونس بروجرامينج الاسبوع ال 11 و 12، وحناخد الاريز والاوبجكتس والفانكشنز وكيف نتعامل مع الويب سيرفيسز والاي بي ايز والكول باكس، ايش يعني كول باك فانكشن والبروميسز والكلام هذا ان شاء الله. فانا زي ما قلت برجع اعيد واكرر انه هذا الكونتنت could be adjusted, could be changed, or could be modified. هذا الكونتنت ممكن يتغير بتغير يعني الأشياء حسب المتطلبات. إن شاء الله إحنا حنمشي خلال الفصل، ممكن الأشياء هذه تتغير وتتعدل بتنسيق يعني مع دكتور مساق النظري بإذن الله. تمام، في آخر أسبوع أو آخر أسبوع ونص تقريبا حيكون في إحنا عندنا بروجكت فاينل بروجكت حنقدمه إن شاء الله، وحنقيم هذا الفاينل بروجكت. حنعطي وقت ان شاء الله للطلاب بحيث انه يشتغلوا عليه ويسلموه قبل الامتحانات النهائيه تمام. تقييماتنا للكورس حتكون كالاتي، انه في انا عندي 10% حضور تمام، هذه مهمه لانه انت لسه طالب سنه ثانيه، فاذا ما حضرت في طلب سنه في سنه ثانيه ما كنتش حتحضر،
صراحة. الحضور صراحة مهم، تمام. حكون في أنا عندي activities إن شاء الله خلال الكورس، lecture activities 10%، حكون أنا 20% كوزات بإذن الله، و20% تكاليف و assignments بعد كل جزئية إحنا بنشرحها، وعندنا في الآخر في النهاية 40% final project، تمام. هذا الفيديو فعليا حيكون للمادتين، مادة web development 1 و web programming 1، هذا السيلبس خاص في الويب ديفلوبمنت 1. ال 40% حتكون بتاعت الكورس، حترجع للدكتور توفيق ان شاء الله في حاله المساق النظري الخاص بالويب ديفلوبمنت. لو كانت ماده معمل بروجرامينج 1 فعليا حتكون هي ساعه، فما فيش اي حاجه حتروح ان شاء الله للدكتور المساق النظري باذن الله تبارك وتعالى. الله يعطيكم العافيه، شكرا، السلام عليكم.